الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الأنفال، سورة بدر نوال الله وقصة بدر بآذ وقشة كينيس إلى اللبية طبنشير ومكوبية ومالها هي إريقة إذ باصوم قنية يعني هذا هو استحضار صورة الماضي حالتي بعد السور كذي أيها لهي النهر كينية الذي الصدح شربه يا أيها النبي لهي الليل يا أيها الذين آمنوا لح شربه صوم قنيس انت أرنت نبو لهي كهلا يا بدر يا وحيك وحيا لما قضبهم بين مركا وحيرك ورن لهي إن شاء الله مقالك والهاد قالك يا بدر هي نتائجك أما الدروس والعبر فيها قصة أيضا أما غزوة أيضا قال كا وحي لقى فائدة لا وحي دعابه حب لقى معاشاية سنة هجري قمرك يا هاي لبا إيش رمضان يا هاي تضبية طبعا ما نتوكله ما نتظر لما توكله النبي صلى الله عليه وسلم وحوا ببحي إنه كهر تقو قبطه سفر كي قريش أي لهي ذا حق الشام حولها بدن كسو سيدي أبو سفيان وهو قامنه سببتو قبنا يا وحوي تددك مسلمين تا دلكو دي إيا الدنيا دو دي إيا الدارو هو دي با وعلا قسوا براكعية قريش باقادتي كوي حوله إني قاتي حوله دي هل كان إمرا يا أبو النبي صلى الله عليه وسلم مركا عن سوا قبنا نحضا وفريسان نكا وحاقي قاتي لو حساب قادنا صحابتنا وين لقات صدح بقول يا صدح يا طبعا أصحابي والرسول كهرك عيا هلك كتجي ليش بدر لا يدعوا كفر قلبه وبتوصل مدينة حاجة كحك تبى دعس أي أي تجين هلك أسيس كهلان علكي قال ده وكسر دولي مكة ودور يا سفر كائن الدفاع يا علكي الرسول صلى الله عليه وسلم أي هلك كل مي markii uu ogaaday nabigu kaleey salaatu wasalaam in safarkii weydaarto xaqqa badda maray halka waxa la isku waajahayaana colkii gaalada oo kun ku dhaw tiradooda inay tahay saabtu la tashaday maxaynu yaalaa safarkii la waa colkii ba halkan soo dhigtay oo soo socda saabtu marka qaar kood waxay la dameeyna soo diyaar garoobine walaa inaynu noqono in soo diyaar garoona fiican tashigi buu badiyo waxa lagu go'aansaday in la kala calaf qaado وعلو أنا الله بريدة الله واجهه أشير علي أيها الناس تبقى تبقى علني إلى تلي إلى تلي أصار بولا تشرد مهاجرين بولا تشرد ثلاثة إساسة سقول على مركي قوان قال قاتي أن نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وأوجد دومي سيدي بكو بلابي دقال خاص لبحية إلهي أيام مركا كرو قان صلي شيطان كأيه الكيسي دم حاضر بلاين إساسفك إلهي يا ملائكتيسي يا رسولك صلى الله عليه وسلم يا أصحابته يكون ذا جران صفك حق أنا هو الشيطان يا مشرك يا قال هنا أنا اللي بدأ سيسوبك ما عدو اللي بوا فاميس ودعا يستنبق عليه الصلاة والسلام ركو تقال كبلابه دعاء الله رب الدعاء يا إلهي وكوع العلي إلهي قوى يدك توسارها كالعي مركي تقال كبلاب مينة علكي قال هذا الصدح جارك صلى الله عليه يا علكي رسولك صلى الله عليه وسلم بدأ بطيب بهرجها له رقفيو دبضي بنان كما كنع الله يلبضي نو اللي بمشي كنع يبو كنع عي والله كلا يا عي كدي بنتي لقى عن ساري كدي قوش مر كان النبي يا أصحابته رعدة تضواتنا ما لنتا قال ذوي كدي له تضواتنا محابيس بأو قبتين رجل الله قبتين يا رجل الله يو أكوي لقى فدي واي وأكوي سود ولاي وأكوي مكك سوري النبي يا أصحابته أبي جعل بقى كتير كوارنت صحابة ما لنت أفريت هو بقى الشهيدي رضوان الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام ركل لك العلف قاضي وحوله الله بشاري أو ورك هلا جارسيو غير مدينة دجال مركو دعانا دتك كل حشري كان دجال ما يوح كور وربضن دتك نجينا يا أخبرته هلك أي مرة يسيح حال مهون قضاء غير مدينة ساعدها هنا وكلا وشارة ده سيكون نولاين يكون عويني وركي هالكاسوك سوق جبل جبل بيت دجال كاسي
يوم الفرقان بالله بحي سيد الدين تين ودين الفرقان أيوتها ومالك حق يا بادل وكلا بحي وودي مسلمين تونا مالن تحسين موقت مالمها وحي كدم بيا وحب بلاد ما التشريعات إن شرعي الله دش يوم مضى إسلام إلى الدولة دود أي عقد قطعي رمضان تنا ينصومين سكذا ينبحين أيه إذا هين عيدين زكاة فدرجة نبر هذا هي وحيابها لقدر هي قوامها أحكام بدن بأيان تنكذب للشيء ويوم ماذا أود لها إن أحكام فرين كريس أنتي كه الرئيسينا بابا هذي أنت كذب بيسينا بابا عين استول تاجي لهين مركز دجال كايس تجا حاك صوب حين التاج نتيجة ذاك صوب هذا وحوي شرف وأهل بدر عل الله عدي بدر كا قيب قالت هنا الشرف لا يرى هذا أمضى دارته أيامها هذا فلأ يجي مرافق وكلا يا عام نفتي سيم مالكيس عدة إلهي وهي لسا أمضى وحبود داري ولا الله ترسنا يا ولا قلت لك عليها ملك جبريل عليه السلام يا رسولك الله النبي صلى الله عليه وسلم وحكور إذنكم حاكو ترسان غير بدر يا رسولك وحروا حنا كتر نادت كنا وغفل لي الشرف بطل أنا قلنا ملاك تواساس وكلبه أو كي يكون ملاك تكقيب قلي يقولنا ملاك توكو أو شرف بطل أصحابي حاطب بركي ورع مرانديلو iskada abuur maxaa ku ogeysiyo waxa laga yaabaa inuu lahayd heer badar yiri waxa sameysteen ba walidin ka dhaafay fadliga ilayhin daraadeen aan fadligaadu marka aad iyo aad buu u badnaa waxa nataayijka ay cibarkeenu ka qaadanayna ah dadka muslimiinta ah waxa laga marmaana inay helaan dawlad si ay u dhisaan dal iyo dad dawladdu waxay aasaasan tahay marka dalkiina la helo dadkii wehel in lahaana la helo ma ku joogay nabigu ardiyadii iyo dadkii wehel in lahaa dawladda laba heli laakiin markii uu helay dhulka suuragal ay ka tahay dawladda in laga dhisay reer Madiina iyo ansaarti ay dawladda saasay markaasay dawladda dhismi kartaa waana heshaa sanad daakhiliye iyo sanad khaarijiye man inta ilaahay ka sokeysa subhana wa taala umaduna adduunyada waa sidaa ama waa inuu dawladdaasi shacabkeeda ka dhisantay taageero ka haysto ama waa in shisheeye saaciday tu shisheeye saaciday wax macna ma sameeyso laakiin sida nabigu tusaalaha uu noogu yahay markuu dadkii iyo dalkii isla helo dawlad ay dhisay waxa laga faa'iideysanayaa allaa muwaalata bayna kaafirin wa mu'min qaal ya mu'min wa kala qolo arinta xaqqa dadkii ka soo jeeday ee gaalada waxa la dagaalamayay kuwii qaraabadooda ahaa النبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم لا مرن كايس كره ربان نهاية بل أن كير ور ورق نقول بني ككوب أنا تلكية ولا الكية أديركية أبتيجي أبو أيوة واجهية سادة رادت بين ناس كوا أفتر أسكوا هين اسمك جينو أو وح جياني كمان الحياة قال يا إسلام لا اسمك دحله لا اسم إنما ما أمولي كره كلا أمد بينه وين لقو تلاجلا قال تويا ذا نبتي تدك إيمان كلي أولياء الله يكن حيس يجروا أمد كره waxa laga faa'iideysanayaa amal bimabda jaza min jins amal warkaas oo war caalami ah oo cid waliba taqaano cidaas waxay kugu la dhaqantay in adigu raad kula dhaqmayso cidaas haysan markay ogtay waxa ay aad ku sameeyneysaa wuxuu kugu sameeyaa wax la eeg hadda inaad ku sameeyneysaa uu caga dhiganaya luqad la isku fahmay noqonaysaa laakiin marka la murmo wuxuu leeyahay muxuu naga qaadi karaa horta taa waxba inagu baa wax yeeli karnay si waxba inama yeeli kara soomaa taa ku hinji hadaba adduun ka waynta ka socota waynta laakiin markuu ku dilaha hada dilays markuu ku adoonsado hada adoonsanays markuu xoolahaaga qaata hada aduguna qaadays waraan isdabad gelina bay ku dambeeyna su'aal isfaham karaa waana tu nabigu ka duulay sallallahu alayhi wa sallam xoolahaani bay qaateen xoolahoodan qaadana ha oranay ma nabiga wax dhacaya iyo nabigu soo ka jidgoyn galay waxa ka horaysay xoolahiisiin la qaatay daariis waa luqad la isku fahmay waxaan ka qaadanaynaa mabda'a harbul istibaq oo caalamku casriga ku dhaqmo waa qayb difaaca kamida cadawga markaad ogaato inuu ku riman yahay oo uu ku soo doonayo oo uu kugu soo socdo laba sugo halkiisa lagu doontaa waa sababtu nabigu ibn xaqiiqi iyo ninkii loodhan jiray kacbu ibn ashraf iyo ibn xaqiiqi iyo sababtu u dilay waa nimankii yahuudda waa niman meel iska jooga laakiin nabiga ay hadal hayeen oo colbay soo abaabulayeen oo ikhtiyaalaad bay maaganayeen taynagu aan ka hortagna buu rag buu qaybiyo halkaas lagu aamusiyey caalamku imika waxa ay ilaadaan halkeen laynaga hadalhaya halkaasaa laynaga hadalayaa waxba laynagu qarxinayaa waa la soo socdaa bartooda ugu taga bay dhahay halkooda ku weerara waxa ka mid a mabaadida
أيوكا رحلة إن دجال كا إستجا مبدأ الشورى إن وضتشجو مهم ومبدا إسلام وكان النبي يقول أشير علي أيها الناس مو أراني وأسكر أمر بيس داهلان هلا أمره لكن إلى تلية قف بن آدم كا وحقا عيم هاي كلتها وحاسة إلى تاي مركو لهذا أنت أي كلتون مفولنا ده ها صنع قد ملأ هذا بيجي عن فلنا وين فكرك كان تدا عن فلنا لكن كسعة هل كاتك أوران ليدو حافلي مفولي إن هذا ترى هذا وسحب كله والله بلو قضاء ذاك الدوانه بني آدم كسيابة هلا قوم معه أيه كا متهاي وحكم إذا الدعاء وهم كمسلم كا إدلا قالك وسلاح فتاك للكافر وهم إسكلا يقف كمومك وأنا تنبيه عليه الصلاة والسلام تقال هذا كوب لابد صحابة دي السلف كان دقان واحد أرنك مركز تو أدقية ولي بمركز تقال كلاك لبحي أو بلاب الدعاء مستجاب دعاء الله أقبله اختيار الله أقبله كتشرتا نبي إنه كذا هنا صلى الله عليه وسلم بركة فوائد بدن بعد قال كلا قادنا يعني كواسا كم إذا قف كمسلم كوحة أي تهين وفهمه دين تن يدا وحوبة هن تهيد هذا البني آدم سيدنا النبي قط صالها إنه هو أفرت أن تقال بعد عيلة وقت جينا بيها طبعا كي سنة مدينة بركة تسكوع عليه سو أفرت سنة كيبا أفرت تقال هي كبيج ميسة مرك الله يرجع لوينها هي قادها مرك الله إسرائيل رسولكنا صلى الله عليه وسلم كلام بروح كده أبو يسوع عن تكذا قاله وحده يجتري من بذا هي خريدة الدجال كان جيشه يسمى المخمس أو الخميس علك يسوع على قوم جعاب يجتري نبي الخميس شذا خميس كوك قشنا يا الله بذا قايبا ذا هراء ويركا لبدي تجدوين تيجي تلسكي ودحرة روح ينوب هن هاي إن النبي كذا هنا عليه الصلاة والسلام هنا عيب بذا أرنا أودنا أي كمتها ومدان أود لها يجونا يسكت الشنينة سيدا كبدا كل مرة الله ضيا سيدا إن مكاركين الدنيا الإسلام الله نصور وياها نصرة دم بيجي لي كيوالد كان الله دافع مدة الإسلام كان الله ونصره صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.